من غير كسوف، مين تفوق أكتر، أنت ولا إياد نصار؟ إياد نصار طبعا. إياد نصار، إياد نصار ممثل خطير. على فكرة أنت النهاردة أنا بكتشف فيك كل حاجة، يعني ما شاء الله أحلى من التانية. والله خطير. متصالح جدا مع نفسك تماما. وحياة والمصحف. والمصحف لما أشوف مسلسل لأصدقائي وأنا مش فيه بحس إن أنا جوه المسلسل.